بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح زي التعليم، ومع منهج الحاسب الآلي للصف الأول الإعدادي من خلال خدمة نقدمها على قناة شرح زي التعليم. والنهاردة إن شاء الله تعالى بنكمل مع أول فصل وأول موضوع، وهو برنامج سكراتش. خدنا في الحصة الأولى، بنراجع عليها بسرعة كده، تعريف البرنامج سكراتش ومميزات برنامج سكراتش، وخدنا كيفية التشغيل، ازاي هنشغله، بمعنى ان احنا هنحمله من النت، من هذا الموقع او من هذا اللينك، وسيبنا اللينك في اسفل الفيديو السابق. بعد كده بتبدأ تسطب البرنامج عادي، وبعدين بنبدأ نتعرف على واجهة البرنامج. واجهة البرنامج لابد انك تعرف عنها حتى تستطيع التعامل مع برنامج سكراتش، ودي واجهة البرنامج اللي انت شايفها قدامك دي. وهندخل على البرنامج ونشوف الواجهة دي بتتكلم عن ايه، او ايه هو المميزات. عليك انك اولا تحفظها، يعني رقم واحد ده شريط المهام، ده ليه لازمة ايه، وظيفته ايه، وتحفظ الواجهة دي علشان ممكن يجي لك سؤال يقول لك المنصة دي او شريط المهام مهمته ايه، او يتكون من ايه، او المنصة او البلوجات دي، وهكذا. ده سهل تعريفه، تحت بتشوف رقم واحد عندك اهم مكونات شاشة برنامج سكراتش وبتعرف. لكن احنا هندخل على البرنامج مباشرة علشان ناخد الكلام ده عملي، حتى يعني تقدر تفهم البرنامج بسرعة. قبل ما بندخل ونكمل، بذكرك تاني بالاشتراك، وطريقة الاشتراك سهلة وبسيطة. كل اللي عليك انك بتضغط على كلمة سبسكرايب اللي تحت اسم القناة شرح زي التعليم، و او الاشتراك، يعني سبسكرايب او الاشتراك، وبعدين بيجي لك واجهة زي دي، بتضغط على زر الجرس. بعد زر الجرس بتعلم في المربع ده، وبتكتب وبتضغط على سيف او حفظ حسب اللغة اللي عندك، وبكده بيجي لك اي موضوع او اي فيديو احنا بنضعه على القناة علشان تتابع معانا الشرح. ندخل على برنامج سكراتش، وده برنامج سكراتش اللي قدامك، دي الواجهة بتاعت البرنامج. من فوق كده اول حاجة بتواجهك هي اللغة. طبعا الكتاب جايب اللغة الانجليزية، ولكن انت ممكن تغير من خلال الضغط على الكرة دي، اللي هي الكرة الارضية دي، بتضغط فبيجي لك هنا مجموعة من اللغات، مجموعة من اللغات، ممكن تغير اللغة اللي انت عايزها. هو مظبط على اللغة الانجليزية، انت ممكن تضغط تختار اي لغة، وفي نسخ فيها اللغة العربية، يعني في نسخ فيها اللغة العربية. نيجي بعد كده نتكلم عن البرنامج من خلال الفايل، الشريط المهام اللي فوق ده الفايل، لو انت ضغطت عليه تختار تفتح ملف جديد او تفتح اوبن، تختار اي صورة للمكان الكائن ده من برنامج فايل. اضاءة دي بتحرر الكائن اللي عندك، وشير بتعمل شير او بابليك اونلاين لو انت عايز تنشر المشروع اللي انت جهزته سواء على شبكة الانترنت او على موقع من المواقع. بعد كده نيجي لمنطقة الكائن، او نيجي للكائن. الكائن هو عبارة عن الكائن الاصفر اللي قدامك ده، والكائن ده ليه مجموعة من الاشياء، منها اللي فوق دي اللي هي زي الختم ده، ده لو انت عايز تعمل دوبليكيت للكائن، يعني عايز تكرر الكائن، عايز تكرر الكائن. الحاجة التانية المقص ده، اللي هو لو انت عايز تشيل كائن من الكائنات اللي عندك دي، يبقى
دبليكيت دي لو انت عايز تضغط على الكائن كده هتجيبه، تضغط على الكائن اصبح عندك اتنين، ده دبليكيت. طيب المقص ده لو ضغطت عليه ورحت على الكائن ده وضغطت عليه بيبدأ يقصيلك الكائن، اي يزيل الكائن ده. بيخلي الشاشة او الاسف الكائن، نضغطه تاني كده، بيكبر او بيصغر الكائن، كل ما بتضغط عليها بيكبر الكائن، ودي هنا بتصغر الكائن. يبقى دي الكائن ودي المهام، او ده شريط المهام او الادوات بتاعت الكائن. المنصة البيضة دي، المنصة البيضة دي اسمها منصة العمل، منصة العمل اللي هي البيضة دي. نروح علشان نخلص الكائن تحت كده، بنشوف هنا ده الكائن. طيب هنا ممكن تختار كائن اخر، تختار كائن اخر زي ما انت عايز، او ترسم كائن. ده رسم كائن، يعني الكائن ده اللي قدامك ده ممكن ترسم كائن، او ممكن تختار كائن تاني، او ممكن تطبع الكائن اللي عندك، او تختار كائن اخر. يبقى الاولانية دي لو انت عايز تجيب ترسم كائن، تجيب القلم او الفرشة والالوان عندك وتبدأ ترسم هنا اي كائن، خلاص اي كائن، تضغط اوكي. هنا جالك هنا كائن اهو، بقى الرسمة اللي احنا رسمناها دي اصبحت كائن قدامك. هنا شوز نيو سبرايت فروم فايل، لو انت عايز تختار كائن معين من برنامج عندك، او من ملف عندك على الكمبيوتر. هنا بتجيب كائنات او اي كائن عشوائي، بتجيب كائن عشوائي من مكتبة الكائنات، من مكتبة الكائنات. نحذف كده الكائنات اللي احنا عملناها كتيرة دي، وزي ما اتعلمنا قلنا ان انت بتقدر تحذف الكائن عادي جدا بالمقص، نجيب المقص تضغط اتنين كليك على اي كائن بيروح الكائن اللي عندك. ماشي، نيجي بعد كده لمنطقة او للمكتبة بتاعت الكائنات علشان نشوف الكائن او اصناف الكائنات الموجودة. هنا على فكرة هنا اللغة، النسخة اللي قدامنا دي فيها برضو اللغة العربية، اللي احنا ضغطنا على مور كانت مش واضحة، جت هنا النسخة العربية. لو اخترنا النسخة العربية هيبدأ البرنامج يتحول زي ما انت شايف كده باللغة العربية، وده بتبقى بالنسبة لك يعني شيء سهل. ده هنا المقاطع البرمجية، وهنا التعليمات، وهنا الأصوات اللي تختارها مع اختيارك للكائن. نيجي بعد كده معانا بالنسبة لواجهة البرنامج المنطقة دي، المنطقة دي والمنطقة دي زي ما هو واضح عندك من الشريط او الواجهة من الكتاب اهي، هي دي المنطقة اللي هي رقم، لان طبعا بتختلف من اليمين للشمال عشان ما يحصلش لبس عندك. ما يحصلش لبس عندك بالنسبة للمناطق لتغيير الواجهة من الشمال لليمين حسب اللغة. دي اللي هي رقم 8، دي رقم 8، يبقى رقم 8 وعندك رقم 3، المنطقتين دولت، المنطقة البيضة اللي هي رقم 3 دي منطقة المنصة،
المنطقة رقم 8 اسمها منطقة البرمجة، دي بيتجمع بها المقاطع البرمجية وتركيب الأوامر. أما المنطقة 3 دي بيظهر عليها نتيجة العمل، بيظهر عليها نتيجة إيه؟ نتيجة العمل. يبقى دول منطقتين تاخد بالك منهم في الشرح، أو منطقة 8 منطقة البرمجة كويس، اللي بناخد هنا التركيبات دي بتظهر عليها هنا، ودي منطقة العمل اللي بتظهر عليها نتيجة العمل اللي احنا بنعمله. وزي ما قلنا الكائن هو رقم 4 ده الكائن الأصفر، ودي شريط 1 وشريط 2، شريط 1 وشريط 2. شريط 2 ده خاص بالكائن وشرحناه، اللي هو قص ولصق و دوبليكيت أو تكرار الكائن، اللي هو شريط القوائم وشريط الأدوات. شريط الأدوات اللي هو شريط 2 خاص بالكائن. بعد كده منطقة مجموعة الأوامر، مجموعة الأوامر أو البلوكات. منطقة الأوامر أو البلوكات زي ما احنا شايفينها كده، اللي هي بتبقى ملونة، اللي هي المكعبات الملونة، دي منطقة الأوامر أو الكائنات، اللي هي دي اللي هي رقم 7، وهنشوفها على البرنامج هنا اهي. دي منطقة الأوامر أو الكائنات، المكونات بتاعتها زي البلوكات، زي فيها الحركة وفيها التحكم كويس، التحكم وفيها التحسس وفيها المظهر. كل ما بتضغط على شيء من ده بيجيب لك مجموعة الأوامر بتاعته، يجيب لك مجموعة الأوامر بتاعته بنفس اللون، بنفس اللون. فمنطقة التحكم دي أول حاجة لما بتيجي تعمل برنامج أو مشروع، بتاخد أول حاجة اللي هو الرمز بتاع العالم ده، ده البداية أو الستارت بتاع أي برنامج. وآدة دي بتبدأ تركب هنا البلوكات والتحريك كده، ده مثلا يقول لك هيتحرك لمدة 1 ثانية، ده هيكرر المستوى التحريك، هيكرر مستوى التحريك وهكذا. وبداية أي عمل لابد إنك تضغط على العلم الأخضر ده بداية العمل. دي البلوكات أو منطقة البلوكات بتيجي فيها منطقة التحكم، بتشوف في منطقة التحكم عدة أشياء اللي هي التحريك للأمام وللخلف، للأسفل لفوق، دي اسمها منطقة التحكم، يعني منطقة التحكم في الكائن اللي قدامك. بعد كده منطقة الحركة، منطقة الحركة دي اللي هي بتحدد حركة الكائن، منطقة حركة الكائن. يبقى التحكم ازاي تتحكم في الكائن، في سرعته، في تكرار حركته. أما الحركة هي نوعية الحركة نفسها، نوعية الحركة نفسها. وبعدين المظهر، انك تشوف مظهر الكائن ك يعني اتجاهاته او مظهره بالشمال، يمين، لاسفل، لاعلى وهكذا. بعد كده في عندنا الخلفيات، ممكن تغير الخلفية البيضة للمشروع ده كده وتخلي وتختار خلفية اخرى، اما انك تجيب خلفية من آلة تصوير، من آلة تصوير عندك كويس، طبعا ما فيش آلة تصوير هنا، او تستوردها من خلال خلفية على الكمبيوتر عندك، او ترسم خلفية، او ترسم خلفية. كذلك الاصوات، ممكن تضيف للمشروع بتاعك صوت الصوت ده ممكن تجيبه من المكتبة الصوتية للبرنامج او تحمله انت يبقى ده كل ده خاص بالمنصة البيضة دي اللي هي منطقة العمل. ازاي تغير الخلفية او تختار خلفية، وازاي تضيف صوت، وازاي تجيب مقاطع له او مقاطع برمجية عليه. كل الشغل بيبان على منطقة هنا، منطقة ايه؟ العمل. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ده ايضا ده الكائن، لو انت هتشتغل عليه بتضغط عليه، لو عندك اكتر من كائن يبقى هناخد الكائن ده نشتغل عليه، لو انت عندك كائن تاني على المنصة تضغط على الكائن الاول وبعدين بتبدأ تشتغل على الكائن ده. طيب عايز تشيل الكائن، بتضغط على المقص هنا وبتمسح بالمقص على الكائن، بينشال قدامك. ده فكرة بسيطة او مجملة عن برنامج سكراتش كاب
ك يعني ايه اجمالي لكل المعلومات بالطريقة دي. هتبدأ بعد كده تاخد هنا جزء جزء، تغيير واجهة برنامج سكراتش الى اللغة العربية، وعرفناها بتيجي من دايرة الكرة الارضية وبتختار اللغة اللي انت عايزها. بعد كده معاك هنا بالنسبة للكتاب بيجي يشرح لك هنا ازاي من شريط القوائم اللي فوق انك بتضغط على الكرة زي ما احنا شفنا، الكرة الارضية دي رمز الكرة الارضية، وبتختار اللغة اللي انت عايزها. ده هو بقى بيعيد هنا الكلام اهو اللي احنا قلناه اجمالي، لكن انا اعطيتك فكرة عملية على اساس ان انت لما تيجي تشرح من الكتاب وما عندكش كمبيوتر قدامك يبقى انت عارف او فاهم الوضع ده ايه. دي الحركات بقى، كل اللي احنا قلناه هو بيشرحه، دي منطقة المنصة كويس. فكل الكلام ده انشرح بطريقة، هنبدأ هنا ناخد من الاول كده للقفل، التحكم في المنصة او مظهر المنصة، مظهر المنصة اللي هو الرمز الاخضر ده العالم الاخضر والنقطة الحمراء دي، وده بيتمثل في تشغيل وايقاف البرنامج، تشغيل وايقاف البرنامج ده ما اعتقد احنا ما قلناهاش اهي، اللي هو تشغيل هنا النقطتين دول، ده تشغيل البرنامج، ده تشغيل البرنامج اللي هو العالم الاخضر، والنقطة دي اللي هو ايقاف كل شيء، ايقاف كل شيء. لو ضغطنا عليها كده بتقف كل شيء هنا، بتبدأ هنا بتفعل العالم الاخضر ده، ده تشغيل البرنامج او تشغيل البرنامج، يبقى تشغيل وايقاف البرنامج من العالم الاخضر والنقطة الحمراء دي. ده كل شيء النهاردة علشان ما نطولش لان احنا طولنا شوية، وهنبدأ بقى ناخد الكائن او ناخد كل جزء من البرنامج ونشرحه، ونبدأ نتعلم ازاي نعمل برنامج بسيط او حركات بسيطة او نخلي الكائن ده يتحرك بطريقة بسيطة مع الشرح ان شاء الله. ارجو ان اكون وصلت لك فكرة ولو بسيطة او اجمالية عن برنامج سكراتش، وده كله تمهيد حتى نستطيع فهم البرنامج بسهولة. في النهاية أتمنى للجميع التوفيق والنجاح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.